تحبي يبقى اسمك ايه غير توانا؟ انا مش عايز خلاص. انا بحس انها اكتر فاهمه بنتها اصلا. انا اصلا بقول لا. ممكن تبقى بتحكي لي حاجه فمتاثره قوي وبتعيط يا ماما، مش عايزه اعيط عشان الكريم بس خلاص. عمري ما فكرت ان انا هبقى في كامل العدد اصلا. يعني توانا تشبه لنور اكتر مني. انا بس عايزه ديك تايم مثلا يبقى على البحر. طول ما الدنيا دي بينا بتلف احنا هنفضل كتف في كتف. ده فليفر ايه؟ رانيا and Twana, it's not complicated. أول مرة. هاي رانيا، هاي توانا، هاي. انا غاده، مبسوطه قوي ان انتم معانا في حلقه جديده من اتس نوت كومبليكيتد. المفروض ان احنا هنا بنتكلم عن العلاقات اللي مش كومبليكيتد ونوري للناس بقى العلاقه دي عامله ازاي. اول فقره اسمها ميموريز او فاكر ولا لا. في الفقره دي احنا بقى بنرجع ورا شويه بنتكلم عن الميموريز اللي ما بينكم. مبدئيا كده اول سؤال لرانيا، يعني ايه اسم توانا وايش معنى اخترتي الاسم ده؟ اسم توانا، او انا ما اخترتش الاسم عشان معنيه، انا اخترت الاسم لانه عجبني قوي، الساوند بتاع الاسم عجبني. معنيه بقى لما عملت سيرش هو اول سقوط للمطر في الجنه، معناه حلو عامه. بعد ما اخترت الاسم وعجبني كمان اكتشفت ان هو معناه حلو. حلو قوي. ايوه. طب توانا انت بتحب الاسم ده ولا لا؟ لا. والناس لما بتسمعه ما كملتش لازم لا لا ثانيه واحده. طب الناس بقى لما بتسمعوا بيكون رد فعلهم ايه؟ يعني بتحسي الناس بتستغرب الاسم؟ اولا لا ما بحبوش عشان هو غريب، انا ما بحبش اسامي غريبه. بس جديد. بس غريب. والله بحس انها بتكذب، يعني هي مش بحبه. يعني ماشي، هي بتقول انها مش بتحبه، بس لما تقولي لها تحبي يبقى اسمك ايه غير توانا تقعد تفكر كده، لا هو توانا، فهو ده معناه ان هو عاجبها. لا هو مش عاجبني، بس انا مش قادره اتخيل اسم ثاني يليق عليا. بس رد فعل الناس، هو في ناس بتقول لي اسمك حلو قوي وكده، وفي ناس بتتريق وبتقول اسامي مثلا تونا. ما تقوليش هيقولوا لي كده. في ناس ورايا تقول ده في المدرسه، ناس تقول في المدرسه وبره وكل حته تونا. انا بكره الاسم ده. رانيا السؤال ده ليكي، توانا شكلها بنوته كيوت بس اكيد يعني تعبتك معاها وهي صغيره. قولي لنا ايه اكتر حاجه تعبت فيها مع توانا وطلعت عينك بقى وهي بتكبر؟ لا هي طلعت عيني في كل حاجه. هي كانت وهي بيبي بتزن كتير قوي قوي، مش بتنام بسرعه، بتعيط كتير طول الوقت، ولسه لحد دلوقتي بتعيط من اقل حاجه. انا لو متعصبه هعيط. هي توانا عصبيه قوي وانا بطيئه قوي. انا بطيئه وهاديه كده خالص، وتوانا وايقاعها سريع اكتر مني بكتير، فده ممكن يكون بيعصبها. وبعدين لما مثلا بتعترض على حاجه ببقى متوقعه ان هي تقول لي يعني لا هو مش حلو كده، طب ممكن نعمل ايه، لكن توانا مش بتعمل كده خالص. لا مش حلو، هعمل ايه؟ فبلاقيه بره واحده عصبيه كده مش عارفه في ايه اللي بيحصل. فبضطر بقى انا في الاخر بقعد استحمل كده الطريقه دي، وبعدين في الاخر بتعصب انا كمان، فهي بتمشي بقى من وشي خالص وتدخل في الاوضه وتقعد تعيط، فبتصعب عليا. خلاص لا خلاص مش فاتحه. احنا عارفين ان توانا طفله وحيده وانت صغيره بقى. يا توانا كنتي دلعت العيله وكل طلباتك مجابه ولا لا؟ بصراحه بصراحه، وهم ما بحبش ان انا وحيده، يعني كان نفسي يبقى عندي اخوات. انا طبعا قادره افهم هي بتقول ايه، لان انا كنت طول الوقت عندي اخت توأم، فاحنا طول الوقت نفس السن بنلعب مع بعض. حاسه بالموضوع ده. طب احنا دلوقتي معانا اتنين برج الجوزاء، عايزين نعرف الموضوع ده بيخليكوا فاهمين بعض اكتر ولا اتنين برج الجوزاء مع بعض 24 ساعه يعني ماسكين في بعض؟ قولي انت الاول. لا انا حاسه احنا فاهمين بعض عادي. انا فاهماها كويس جدا، انا بحس انها اكتر فاهمه بنتها اصلا. انا بحس هي ماشي فاهماني، هي مش دايما اكيد فاهماني بس هي فاهماني، لكن انا بحس انه عادي، يعني حاسه مش حاجه ممكن تخلينا نتخانق كتير وكده. لا مش بتفرق كتير. يمكن دلوقتي في السن ده بقيت شويه مش بفهمها، بس في وهي اصغر من كده لا كنت فاهمها كويس قوي. اشهر صفه اصلا في برج الجوزاء ان هو عنده مود سوينجز، فانتوا الاثنين برضو نفس الحاجه ولا انتوا انا شكلها مثلا توانا؟ طبعا. لا امي ما عندهاش مود سوينجز قوي يا عمتي، انا اللي عندي قوي. توانا مجنونه يعني اصبعات اول. ممكن تبقى بتحكي لي حاجه فمتاثره قوي وبتعيط يا ماما، مش عايزه اعيط عشان الكريم
بس خلاص. رانيا انت بتتضايقي لما حد بيقول لك ان انت شبه نورهان، وانا بقى اللي نسخه منك بتتضايقي برضو لما حد بيقول لك ان انت شبهها ولا بتتبسطي؟ انا مش حاسه ان انا وانا شبه بعض. لا يعني في ناس بتقول ان انا شبه نور، هي بتتضايق لما حد يقول كده. دي بنتي انا. ايوه دي الحاجه الوحيده اللي بتضايقني طبعا، ان هم يقولوا لي ان وانا تشبه لنور اكتر مني. دي بنتي انا. هنخش بقى الحياه الدراسيه. فاكرين اول يوم لتوانا في المدرسه؟ انا الحاجه الوحيده اللي انا فاكراها ان انا ما عيطتش اول يوم، عيطت تاني يوم. مش معنى طيب ايه ده؟ مش فاكره، مش عارفه. انا ده اللي انا فاكراه. اول يوم كنت فاكره كويس قوي، كنت رايحه انا وبابايا وبنوصلها المدرسه. لا تمام، هي كويسه. وبعدين شايفه الولاد حواليا كلهم بيعيطوا وشبطانين في مامتهم وعايزين يروحوا كده. لا توانا تمام. رانيا لو توانا لما تكبر وتدخل جامعه، هل هتبقي متقبله فكره ان هي ممكن تدرس بره وتسافر لوحدها؟ انا متقبله فكره ان هي تختار كل حاجه في حياتها. مش حابه خالص ان انا يبقى ليا تاثير. ساعات بحس ان انا غلطانه لان توانا بحسها شويه كسوله، فعايز حد يزقها كده. بس في نفس الوقت انا برده مش مقتنعه ان انا اختار لها اي حاجه هي عايزه تعملها في حياتها. هي المفروض تبقى مسؤوله ان هي تختار الحاجه اللي بتحبها. توانا انت بقى ايه الحاجه اللي رانيا اوريدي بتقعد تستريس عليها معاكي، او مثلا بتقولك حاجات معينه وانت برده بتقولي لما اجيب بيبي او ما يبقى عندي ابن مش هعمل كده؟ انا عايزه اعرف اجابه. هي عارفه ان انا كسوله. انا مش كسوله اللي هو قوي، بس انا في حاجات بكسل فيها. فهي زي ما هي قالت، هي بتحب بتزقني كده لما انا ببقى كسوله، وانا بكره كده. يعني انا مش عايزه اعمل حاجه، هي تقول لي اعمليها اعملي، انا مش عايزه خلاص، انا مش عايزه. فانا لا، انا لو بنتي او ابني يعني مش عايزه اعمل حاجه هسيبهم خلاص. هقول لك ليه ابتديت دلوقتي ازق، لان هي مثلا كان في تمارين بتتمرن باليه او مرنت حاجات كتير اتوان. فدلوقتي مثلا لما تفتكر تقول لي هو انت ليه ما خليتنيش اكمل، هو انت ليه؟ فطب انا ما وقتها سبتك براحتك يعني، مش عايزه تكملي خالص، قلت لك بلاش. فدلوقتي بتلومني ليه ما خليتنيش اكمل، فقلت لا دي عايزه زقه بقى. شكلها كده ما تجيش تلومني بعدين. دايما بين اي ام وبنتها في خناقات بقى على اللبس والميك اب والحاجات دي. عايزه اعرف بقى انت عامه مين بيسرق من الثاني حاجه الثاني عامه؟ وتوانا هل كانت الشخص او الطفله اللي كانت بقى تقعد تلبس الهيلز بقى وتلبس لبسك وتقيسه، وانت ساعات بتاخدي حاجات من توانا؟ ممكن ما اقدرش. انا اقدر لما بتاخد، انا بتعصب. انا يعني ممكن تسالني ممكن اساعدها، بس هي تاخد مثلا لازم تستاذني الاول. تستاذني واديلك، لكن ما تاخديهاش لوحدك. بس بصراحه مش بعمل كده، انا باخد صراحه حاجات كتير. انا طبعا يعني مثلا تستاذنيش. بصراحه طب اشمعنى؟ مش عارفه، اي حاجه بتعصبني هي مش تعصبها خلاص. لما الاقي مش تعصب من كده، انا بحب انا مش بتعصب، لان انا فكره انه حد ياخد يعني يبقى انا وهو بنلبس زي بعض او مع بعض او كده مش بتضايقني خالص. يعني انا ونور كنا دايما بناخد اللبس من بعض، ما كنتش بتضايق. حتى صحباتي اوقات انا كنت بقعد البسهم كانهم العروسه بتاعتي. يعني عندها ايفنت مثلا تجي لي البيت اقعد احط لها ميك اب والبسها، فدي حاجه بتبسطني. يعني انا مثلا كل اسبوع ادخل عندها اعمل شوبينج في الاوضه عندها. طيب عامه لما بتجيبوا حاجه جديده انتوا من النوع اللي هو لا البسها انا الاول، اللي هو لا ما هو لبسنا مش زي بعض يعني. انا فاهمه، هي لبسها لوحدها وانا لبسي لوحدي، وما بيعجبهاش ذوقي اصلا. هي لما اجيب حاجه عجبتني ولا انا هلبس ده، انا هاخد ده. وتوانا بتنقي لبسها لوحدها؟ بس انا باخد رايها اكيد. اوقات قليله قوي بتاخد راي صحابها كتير. فانا بما ان رانيا مامي صغيره قوي، بتحسي ان هي مندمجه معاكي في الترندز الجديده والحاجات اللي انت بقى بتحبي تعمليها، ولا بتحسي ان في جاب شويه ما بينكم؟ لا مش بحس ان في جاب خالص، بس هي بتحاول قوي. يعني انت بتحاولي تبقي ماشيه ترندز وكده، ساعات بتبقى ماشي بيعجبني اللي هي بتعمله، ساعات بحس ان بس بطلتي بس. طب بتاخديها معاكي في الحاجات دي، او مثلا بتحبي تشاركي رانيا معاكي؟ بساعدها كتير، بساعدها في ان يعني هي عايزه تمشي على ترند او كده بساعدها. عامه رانيا اول مره شفتي بابا توانا قلتي هو ده توانا؟ بقى لو جات لك ولد وكانت هي مقتنعه بيه جدا وقالت لك هو ده، هيكون رد فعلك ايه؟ يعني لو مش موافقه عليه مش عاجبني هقول لها رايي، بس في الاخر هسيبها هي تقرر، مش هتدخل. يعني بس انا بصراحه هسمع رايها الصراحه. يعني ده اكيد هي بتسمع الكلام شويه في الموضوع ده. انا مع فكره ان يعني لو حد عايز يتجوز يتجوز بدري، مش انا اتجوزت بدري فبقول لا ما حدش يتجوز بدري. لا عادي انه حد يتجوز بدري، دي حاجه حلوه قوي. الاثنين يكونوا لا عايزه اتجوز بدري عشان هو اسافر مع بره بقى ومع بعض نلف العالم. ليه لا؟ بس عندي مشكله شويه ان هي تخلف بدري. انا مش عايزه، بس انا
خلفت. يعني دي حاجه بقى انا تعبتني شويه، ان انا لما خلفت بدري كانوا كل اصحابي مش متجوزين، اوقات في خروجات ما كنتش ببقى عارفه اخرجها عشان انا قاعده مع البيبي، فدي حاجه ما كانتش حلوه قوي. طب انت يا توانا عامه لو شفتي حد بقى بجد معجبه بيه وحسيتي ان هو ده، هتيجي تقولي لمامتك على طول ولا هتاخدي وقت كده تعرفي عليه؟ صراحه هاخد وقت اتعرف عليه، وبرده هاخد راي ناس، يعني هاخد راي اصحابي ده اكيد يعني، وهقول له يعني كده كده هقول لمامي كده كده هقول لها، بس مش في ساعة يعني مش من اولها كده على طول. انا اصلا واثقه فيها يعني، انا عارفه ان هي قروبه، عارفه هتعمل ايه كويس. رانيا قلتي قبل كده ان انت نفسك تتعلمي الرقص والغنى، معانا دلوقتي طبعا نجمه التيك توك توانا، وحالا توانا حالا هتفكر في رقصه الاغنيه اتنين بمقام ملايين بتاعه عصام صاصا، وتعلمي بقى مامي الاغنيه الرقص. طول ما الدنيا دي بينا بتلف، طول ما الدنيا دي بينا بتلف، احنا طول ما الدنيا دي بينا بتلف احنا، لا اعملي كده اعملي انا كده، احنا هنفضل كتف كتف، ده المعهود معدول في وجودنا، معدول في وجودنا، واي تقيل قدامنا يخف، واي تقيل قدامنا يخف، واي تقيل قدامنا يخف. بس والله سهل. المهم ان ايه، ان رانيا حاولت، في محاولات في محاولات هتعمليها ان في محاولات في الاخر هتعمليها. هي يعني خلاص هي حاولت، وهي عامه عملت فيها حته كويسه. برافو رانيا، برافو رانيا، سافر يا جماعه. هنرجع بقى لورا شويه، مش لورا قوي يعني، بس حب توانا للتمثيل بدا امتى؟ وانت كنت بتحبي تشاركي توانا معاكي، بتروح معاكي تصوير وكده؟ لا خالص خالص خالص، ولا عمرنا فكرنا ان توانا ممكن تمثل، علشان انا كنت بشوف ان هي صغيره قوي ان احنا نفكر في حاجه زي كده. يعني كنت بقول انه لما تكبر هي تقرر. هي اعترفت لي دلوقتي ان هي وهي صغيره كانت بتتفرج على التلفزيون وبتدخل الاوضه تقلدني. فعلا دي حاجة ما كنتش اعرفها. لكن هي بقى مثلت ازاي؟ كان صدفة جدا. جوز اختي قال لي، عمر كمال قال لي انه في كاستنج لمسلسل كامل عدد، فقال لي ايه رأيك تقولي لتوانا؟ قلت له لا يا عمر انا مش بالي خالص ان دلوقتي توانا دلوقتي تمثل. قال لي بس قولي لها بس. فقلت لها، قالت لي معرفش. فلقيته هو بيزن بقى، يلا يا رانيا انا قلت للناس قولي. كان هو بعت صورتها لناس، والمخرج استاذ خالد اعجب بيها وطلب ان هو يشوفها. فروحت انا وهي قابلنا استاذ خالد، قعد معاها شويه، وبعدين قعدت تقرا معايا مشاهد من الدور وكده. بعد ما مشينا فبتقولي ايه رايك؟ فقلت لها حاسه ان انت كنتي مكسوفه شويه. قالت لي وانا كمان حاسه ان انا كان ممكن اعمل احسن من كده. قلت لها خلاص بقى. لقيت تاني يوم عمرو بيبعت لي فويس نوت، المخرج بعتها له، دي شاطره قوي، دي جميله قوي، دي هايل قوي، بتمثل طبيعي. هو كان حابب ان هي طبيعيه، مش بتحاول تعمل افورت انها تمثل. عمري ما فكرت ان انا هبقى في كامل العدد اصلا. انا ما كنتش عارفه ان في جزء تاني اصلا، الا لما عرفت على موضوع الكاستنج وكده. احنا دلوقتي في الفقره الثانيه اللي هي بول او اشتريت. في الفقره دي هنقول لكم على كام حاجه الناس بتتكلم عنها او مؤمنه بيها، وهنسالكم يعني على رايكم فيها. اوكي. الام سر بنتها، متفقين على الكلام ده ولا توانا لما بتحكي حاجه لرانيا تاني يوم مصر كلها بتكون عارفاها؟ ساعات بقول لها ما تقوليش لشخص معين، وبتقول له مش بتقوله عشان حاجه، هي بتقوله عشان مثلا دي حاجه بتضايقني من شخص، فانا بقول لها الشخص ده عمل كذا كذا، دي حاجه بتضايقني. تاني يوم تروح تقول له انت عملت كذا كذا ضايقت كذا توانا. هي انا عارفه هي بتقول عشان مصلحتي، عشان تعرفوا ان انا متضايقه، بس برضه انا مش عايزاه يعرف. ايه دي كويسه والله، بحاول اصلح. انا عارفه بس برضه يعني بتعدي. بس هي ما تبلش بقها فوله، بتقعد تقول كل حاجه. أنا ايوه انا مش كده خالص والله. لا لا بتقولي. نظره ماما في الناس دايما صح، الكلام ده صح ولا فعلا نظره ماما ممكن ساعات تخيل؟ صح. يعني لما اقول لها على حد، احكي لها عن حد، فهي مش حاسه ان الحد ده كويس كده يعني، تبقى بتطلع عندها حق في الاخر يعني. ما اعتقدش ان هو ليه علاقه بالام او مش الام. هو في ناس كده بتحسي فعلا ان هم مش مريحين، بس والله انا برضو مش مع ان الواحد يتسرع في الحكم على الناس. الستات ما بتعرفش تسوق الا ستات قليله قوي. عايزين نعرف رايكم في الموضوع ده. ما بتعرف تسوق؟ لا بعرف اسوق بس هي بطيئه يعني. هي علمتني السواقه، انا لما بسوق مثلا عربيتها هي يعني سابت ايه، بطئي انا لو انا مش زيك انت بطيئه، علشان هي لسه
بتتعلم فمش منطقي ان هي تسوق بسرعه قوي. بس انا بسوق كويس جدا، انا حريصه لكن بسوق كويس. الولد ملوش كيرفيو بس البنت لازم تروح بدري. انا بصراحه بشوف كده، هي مش بتشوف كده. لا انا مش بشوف كده، انا لو عندي ولد الاثنين زي بعض دايما. دي كانت حاجه بتضايقني انه الاهل بيفرقوا ما بين الولد والبنت، فلو انا كنت عندي ولد مش هخليه هو يتاخر وهي تروح بدري. طب هي اصلا كيرفيو بتاعها خليهم هما الاثنين يتاخروا. انت الكيرفيو بتاعك الساعه كام؟ افريج مثلا 11:30 كده يعني. اوكي ده كويس. ايوه جود بيست فريند بنت في حياه شريك حياتك، شايفه ان دي حاجه عاديه وما فيهاش مشاكل، ولا دي حاجه ممكن انت ما تتقبلهاش او انتوا الاثنين ما تتقبلهاش؟ ابداي وانا حاسه انت عايز تقولي حاجه. على حسب على حسب البنت، على حسب هي بتعامله ازاي، على حسب حاجات كتيره قوي يعني. لو شايفه ان بجد علاقتهم اللي هو ايه الليميتس يعني، عارفه الصراحه ايه الليميتس. بس لو انا شايفه ان علاقتهم اللي هو فريندلي قوي مع بعض اللي هو عادي يعني صحاب قوي، ده عادي يعني مش هيبقى عندي مانع خالص. لا انا في الاول قبل كده يعني لو كنتي سالتيني السؤال ده من سنتين كنت هقول لك لا نو واي، ازاي يعني تقبل ان هو يبقى عنده بنت صاحبته وكده، لكن دلوقتي لا. ماشي اخر سؤال في الفقره دي، يمكن رانيا ممكن تبقى عارفه الحته دي اكتر، الراجل والست يقسموا الحساب في اول ديت؟ انا اصلا بقول لا نو واي. ممكن بعدين بقى اللي هو عادي بعدين متعودوا على بعض. ممكن هي بتقول بعدين عشان هي لسه بتاخد مصروف واصحابها بياخدوا مصروف، فمش منطقي ان هو يدفع لها. لا على فكره انا فاهمه برضه. بس لا طبعا لا، الرجال قوامون على النساء بما ينفقون من اموالهم، فازاي بقى يعني. طب هسالكم حاجه بمناسبه الديت، ايه البيرفكت ديت بالنسبه لكل حد فيكم يعني؟ ستايله ايه؟ ما انت مش عايزه في مصر عشان هو مش هيبقى يعني، مش قصدي كده يعني. تخيلها طبعا قصدي ابقى انا بس عايزه برايفت جيت. لا لا ايه ده ايه ده ايه ده برايفت جيت لا لا ويوديها مالديفز. مش قصدي كده اصلا، ويقعد يستناها بالوحده. مش قصدي كده، انا مثلا عايزه ديت تايم مثلا يبقى على البحر، فانا مش عايزاه يبقى في مصر عشان كده يعني. انا عايزه ابقى في ساعتها اصلا بره، ابقى اوريدي بره اقابل حد بره كده. اوه ليه لا، عايزه قصه برضو يعني. بالنسبه لي انا احس انها رومانسيه قوي، عشان رومانسي بقى في مكان لذيذ. اه بس لازم يبقى فيه، مش بس عشان رومانسي في مكان لذيذ، لازم يبقى عامل لي حاجه حاجه مجنونه مختلفه. احنا خلصنا تاني فقره، احنا دلوقتي في اخر فقره وهي فقره اسمها شوق ولا الدواء. دلوقتي هنلعب معاكم لعبه، احنا دلوقتي هنحط قدامكم فليفرز مختلفه من جريك يوجرت اسمه يوبوليس. اللعبه هتكون مكونه من 2 راوندز، الراوند الاولى رانيا هتكون مغمضه عينيها ومفروض انها تجس الحاجات او الفليفرز اللي موجوده قدامها دلوقتي من الزبادي، ولو جاوبت غلط هنسالها اسئله صريحه جدا جدا. والراوند الثانيه المفروض توانا هي هتكون مغمضه عينيها وهنحط لها ديفرنت فليفرز برده من الزبادي وتجس الفليفر اللي موجود في الزبادي نفسه. فيلا نبتدي، اول حد هيبتدي رانيا، هتغمض عينيها دلوقتي. بصي الفليفرز الموجوده فيه ستروبيري وفرنش فانيلا كيك، بلو بيري تشيز كيك، كراميل ابل باي. وايت واي على دوي ازاي هيك ده فليفر ايه؟ وانا مستطعمه تشيز كيك بس معاها ايه؟ انتي قلتي ايه؟ هو تشيز كيك بالايه؟ متهيألي بلو بيري. ايوه ماشي. اللي بعده بقى ايه صعبه؟ طيب ده ايه؟ تاني ده الكارم صح؟ غلط؟ لا غلط. فانيلا؟ فانيلا مش هنقول ايه؟ مش هنقول ايه دلوقتي؟ ايه ده؟ حته صغننه فانيلا. ده فانيلا صح؟ غلط. اه سهل ده على فكره. سهل ده ستروبيري. شاطرة. خلاص ممكن تشيلي دلوقتي رانيا، انت جاوبتي اثنين صح وجاوبتي اثنين غلط. انت عكستي اثنين. اه بالظبط انت عكستي اثنين، فكان ممكن تبقى تظبط. بس للاسف هسالك سؤالين سبايسي جدا وهتجاوب عليهم. عمرك فتشتي في موبايل توانا من وراها؟ لا.
بجد اكيد عمري لا. طب انت حسيتي قبل كده ايه كده؟ لا لا انا بحس ان هي مش هتعمل كده بس يعني سؤال يعني عمري. اوكي قولي لنا كارثه عملتيها وانت صغيره لو توانا عملتها هتعاقبي عليها. كنت بكذب كنت بكذب كتير قوي يعني بقعد كده مع اصحابي واسرح بقى بيهم جدا بس اعتقد لو توانا عملت كده مش هتبقى كارثه. هتقولي ما تسرحيش ايوه مش عارفه ما عنديش كارثه والله ممكن اعاقب توانا عليها متهيألي لو عملت اي حاجه تمام يعني انا يعني مش هتعاقبيها على حاجه بس هتعاقبيها ممكن تزعق ممكن تقول لو ما تعملش كده بس مش هتعاقبني لا. اخر سؤال بصراحه كده عمر نورهان سخنتك على توانا في اي حاجه؟ بالعكس ماما هي نور بالعكس نور نور دايما بتقف في صفي جدا مش بس تقف في صفي بتقول لها يعني طب هي بتحاول تحل الموضوع دايما يعني اي خناقه ما بيني انا وتوانا على طول في مكالمه انا بكلم يعني على طول يا مني يا منها انا دايما بكلم شوفي اختك عملت ايه ايوه انا بعمل كده. الراوند الثانيه المره دي توانا هي اللي مغمضه عينيها والمفروض انها تجس ايه بقى مش فكره في الفليفر الفكره في الحاجات اللي بتتحط في الزبادي نفسه عشان هي دي فكره يوبو عامه ان هو بيتحط على الزبادي فليفر معين دوقيها وهي تجس دوا هقرا لها دول اقري الاول الفليفرز طيب وبعد كده جرانولا نوت شوكليت جرانولا ستروبيري كرامبل سولتد كارميل اند نوت فستي بس يعني اخدت فكره يعني ايش بصي مالكيش دعوه بالفليفر بتاع ال يلا قولي بقى صوص كارميل اند نات يس ده برضه حاسه ان انت هتعرفيه بسرعه شطوره بلعتيه تاخد بس فرصه كده شويه شوبي شطوره ده ايه الشطاره دي عامه مش عارفين نلخبطها خالص انا عايزه نلخبطها شويه يعني عايزه تلخبطيها براحتك خدي بقى قوي يعني سهله قوي ايوه سهله قوي يعني بصراحه ما فيهاش لخبطه من اول مش محتاجه نقول لك يعني جنولا بنات معقول ايه غلط نو واي سهله دي قوي سهله واحده بس انتي بتاكلي حديثي كمان بتعملي كده الجنولة بنطس صح فانا برافو عشان انتي كسبتي عن رانيا انتي كسبتي ثلاثة هي كسبت اثنين بس احنا للاسف برضو هنسالك سؤال سبايسي هو اكتر من سؤال عامه مش هيرضيني سؤال واحد صعب ان انتي هتجاوبي ثلاث اسئله بالظبط اول سؤال احنا عرفنا من مصدرنا ان في حد من مسلسل كامل العدد كان معجب بيكي عندك فكره عن الموضوع ده ولا لا؟ انا سمعت عن الموضوع ده بس انا ما اعرفش يعني مش عارفه ده صح ولا لا وما اعرفش ده انا ولا ان في حد معجب في ليمون بحد حدش جه اعترف لك يعني لا عايزين نعرف بصراحه كده عندك كام اكس مامي عارفه كل حاجه الشخمر مش عارفه عد مش كتير عامه هم 2 3 2 4 لا احنا عايزين الاكريت ثلاثة ماشي في واحد مش محسوب ولا ايه بتفكري فيه يعني ماشي عمرك زورتي امدة رانيا في المدرسة او خبيتي عنها بقى الريبورت كارد بتاعك ولا خبيت عندها الريبورت كارد بس مش الانجليش وكده العربي ودراسات الدين هي نسيت تسال عليهم فانا ما ورثتهاش فانت كان سهل بالنسبه لك لكن زورت امدتها انا كنت قلت لها انا عايزه امدتك في كذا كذا كانت في رحله هي قالت لي انا مش في البيت فمضيت على ان انا هي بس انا مش عارفه بس هي كانت عارفه هي انا عارفه انا يعني موافقه ايوه عمري ما عملتها من برضه جماعه احنا خلصنا الحلقه بجد كانت حلوه قوي حلقه جميله قوي وبجد انبسطت معاكم جدا جدا ثانك يو احنا كمان باي